هذا الإمام يفاجئ الجميع في عيد ميلاد نجله بالسجارة والرقص لنفي شائعة تدهور صحته ووفاته، في تأكيد جديد على تمتعه بالصحة وقدرته على استكمال تصوير دوره في مسلسل فالنتينو. شارك صناع العمل مقطعا مصورا للفنان عادل إمام وهو يحاول تقديم رقصته الشهيرة احتفالا بعيد ميلاد نجله المخرج رامي إمام، ولكن المقطع كشف عن عدم قدرة عادل إمام على السير إلا بمساندة من ابنه. مقطع الفيديو تم تصويره داخل الديكور الخاص لتصوير مسلسل فالنتينو، وكشف عن تحضير المشاركون في العمل لاحتفال مفاجئ بعيد ميلاد المخرج رامي إمام الذي دخل البلايتو بصحبة والده لتنطلق بعدها أغنية عيد الميلاد. وحرص عادل إمام على تقديم رقصته الشهيرة ولكن دون أن يتحرك من مكانه، وانتظر مساندة ابنه حتى يتقدم بالسير نحو كعكة عيد الميلاد وسط حضور النجمة داليا البحيري والفنان حمد المرغني. يذكر أن المخرج رامي إمام كرس جهده طوال الفترة الماضية للظهور برفقة والده ونفي شائعات وفاته أو تدهور حالته الصحية، ونشر مؤخرا عبر صفحته الشخصية على موقع انستغرام أول مقطع فيديو لوالده الفنان عادل إمام من كواليس تصوير مسلسل فالنتينو. وظهر عادل إمام في المقطع وهو يراجع سيناريو وحوار مشهد جديد سيقوم بتصويره وبدأ بحالة صحية جيدة. رامي إمام علق على الفيديو قائلا: حذروا من بجانب الآن، ومن اللحظات الأولى يظهر والده عادل إمام بحالة صحية جيدة وبتركيز واضح يراجع حوار المشهد الذي سيتم تصويره في ديكور الفيلا ضمن مشاهد مسلسل فالنتينو، وتجاهل عادل إمام التصوير. وظهر المخرج رامي إمام في الفيديو الذي نشره من كواليس تصوير مسلسل فالنتينو وعلق قائلا: احنا في اللوكيشن يا جماعة وجنبي بيذاكر وبيحفظ مفاجأة. وظهر الزعيم وهو يقرأ السيناريو ويدخن السجائر، وجاءت التعليقات من اغلب نجوم مصر متمنيين دوام الصحة والتألق للفنان عادل إمام. وكان التعليق الأول من النجم أمير كرارة، ومن بعده النجوم منى زكي وهشام جمال وأسأس وعلا رشدي وروجينا ومحمد عز ومي سليم وهيدي كرم وجيهان خليل ونشوى مصطفى. وكتبت الفنانة رجاء الجداوي تعليقا مؤثرا قالت فيه: يا رب دايما يا حبيبي، ربنا يحفظه ويخليه ليكم ولينا أنا وكل اللي بيحبوه. ونفي المنتج هشام تحسين الرئيس التنفيذي لشركة مغنوم المنتجة لمسلسل فالنتينو للنجم عادل إمام كل ما تردد عن تدهور صحة النجم الملقب داخل مصر بالزعيم، وأكد أن الفنان لم يدخل المستشفى كما روج البعض، وقال أن حسابا يحمل اسم الفنانة المصرية العائدة من الاعتزال حلا شيحة كان السبب في انطلاق الشائعة، وبعد مراجعتها تبين أن الحساب لا يخصها وهو إحدى الحسابات التي تنتحل شخصيتها. أضاف أن تكرار شائعة وفاة عادل إمام صار أمر مزعجا، وكان الفنان عادل إمام يتعامل مع الأمر سابقا بدون اهتمام ويكتفي بتكذيب الخبر، ولكن تقرر تصعيد الأمر إلى القضاء وتقديم بلاغ رسمي إلى النيابة العامة المصرية بعد الرجوع إلى مباحث الإنترنت لمعرفة هوية من يدير الحساب وسبب انتقال الخبر إلى بعض الفضائيات المعروفة داخل مصر. وأوضح أن عادل إمام يواصل تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل فالنتينو بشكل طبيعي للغاية، وانتهى من تصوير حوالي 85% من مشاهده، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تصوير العمل بشكل كامل خلال الفترة المقبلة لعرضه في ماراثون دراما رمضان 2020. وخرج الفنان عادل إمام عن صمته بعد انتشار شائعة وفاته خلال الأيام الماضية ليؤكد أن حالته الصحية بخير وأن ما يتردد عن وفاته ليس له أي أساس من الصحة. وقال عادل إمام في تصريح خاص إنه اعتاد طوال الفترات الماضية على هذه النوعية من الشائعات السخيفة التي تسبب حالة من القلق
لجمهوره ومحبيه وأقاربه، موضحا أن مروجي هذه الشائعات مرضى، وعلى الجميع تحري الدقة قبل تناقل أخبار قد تزعج أقارب الفنانين وتسبب لهم الضيق النفسي. وتساءل الزعيم بطريقة كوميدية، وبعديا هم كل شوية يموتوني ما بيزهجوش. ونشرت الفنانة داليا البحيري بعض الفيديوهات من حفل عيد ميلاد رامي إمام عبر خاصية الأستوري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستغرام. وظهر عادل إمام في إحدى الفيديوهات وهو يرقص بجانب نجله خلال الاحتفال بعيد ميلاده، ثم قبل الزعيم رامي إمام بعد تقطيع التورتة. وخلال الاحتفال بعيد ميلاد رامي إمام ظهر الزعيم وهو يمسك بيده سيجارة، رغم أن الجميع يطالب عادل إمام بالإقلاع عن التدخين حفاظا على صحته. ونشرت داليا البحيري صورة لها برفقة رامي عادل إمام من العيد ميلاد حتى تهنيه عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستغرام. وعلقت على الصورة قائلة: أسعد أعياد الميلاد لأنه إنسان فريد وشخصية رائعة، أنا سعيدة جدا إنني أعمل معك أخيرا صديقي العزيز رامي عادل إمام.